كشاب سوري لأي مدى عبرت عنك البيانات الانتخابية؟ هيدي بلدنا من يوم يومنا في حرية، في عنا ديمقراطية، في عنا تعبير عن رأي. نحن بنحترم أي إنسان، بنحترم أي رغبة. أكيد هي بتعبر عن رأي المواطن السوري، عن رأي كل شاب، كل شخص، كل مواطن بسوريا بيحب يعطي بصوته، بيحب يؤدي واجب الانتخاب، يعني هو واجب وطني على كل مواطن فينا لنحدد مين هو الرئيس المستقبلي للبلاد ومين راح يكون القائد الأوحد يعني للشعب السوري بكل تأكيد، مين راح يمثلنا احنا كشباب. بهمنا أكيد يعني احنا أكثر شيء العطاء كبير عم يوقع على الشباب، لأن يعني احنا مثل ما بسموه احنا بنات الوطن، يعني احنا عم نشتغل كرمال هذا الوطن. يعني هلا أهم شيء هلا سوا، باعتبار ان احنا كلياتنا لازم نشتغل ايد وحده للاصلاح، ببلش بالاصلاح على النفوس ونكون ايد وحده لحل هالازمه، فهذه اهم بند. بعدين بقى بتصير المشاكل الاقتصاديه والاصلاحات وغيره، يعني الشغلات السنويه. يعني في كثير بيانات انتخابيه احنا ما بتعبر عني، بس البيان الانتخابي للسيد الرئيس بيعبر اللي طلب فيه انه نهتم بابناء الشهداء وعوائل الشهداء والجرحى، هو بيعبر عني يعني كشخص سوري. عبرت عن رأي الشعب السوري وعن الشيء اللي بيريده الشعب السوري. كانت شعارات، أكثر شعار هو شعار الرئيس بشار الأسد اللي هو سوا، لأنه بالنهاية نحن رايحين على مرحلة المفروض كلياتنا نكون إيد واحدة ضد هيدا الهجمة الكبيرة اللي صايرة على هالبلد. لهيك أنا برأيي هو أكثر شعار بيمثلني وبيعبر عني كإنسانة موجودة بسوريا. هلأ عبرت عنا كتير منيح، بس هلأ الحمد لله أنه كل إنسان صار يعرف مين هو رئيسه. يعني مثل هلا في عنا 3 مرشحين، بس هلا نحن بنعرف بالضبط مثلا انه شو الدكتور بشار، بنعرف شو طموحاته، شو حابب يسوي لسوريا. يعني صار له القصه الازمه اكثر من كذا سنه وما حشي، شفنا رئيسنا بالفعل يعني اثبت جدارته مع شعبنا ومع جيشنا، فاكيد يعني نحن هلا بنعرف مين بدنا ننتخب. كلمه سوا هو شيء نحن عن جد بنحتاجه، نحن ما وصلنا لهي الحاله غير لانه يمكن فئات من الشعب السوري انغرت وضاعت، وكلمة سوا خسرناها. نحن عن جد بحاجة لأنه نكون سوا، إيد المدرس والمهندس والعامل والفلاح والجندي، نكون كلنا سوا ونبلش فيها. أنا برأيي هاي الكلمة بتعبر عن حل بثلاث أحرف بس معناها عميق وكبير.